متتبعي قناه انفاس بريس، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقه هذه غنفتحوا الملف ديال برنامج عمل مجلس مدينه الدار البيضاء اللي تمت المصادقه عليه من طرف اعضاء المجلس يوم الخميس 18 ماي 2023، ولكن هذه المره هذه بعيون المجتمع المدني على مستوى مدينه الدار البيضاء. في هذه الحلقه هذه نستضيف السي حميد امجار فاعل جمعوي. السي حميد مرحبا بك. بارك الله فيك سي بوستا، شكرا جزيلا على الاستضافه في هذا الموضوع الشيق ديالكم. وايضا نستضيف سي بوشعيب جميلي مهتم بالشان البيضاوي. سي بوشعيب مرحبا بك. اهلا وسهلا، مرحبا بالمشاهدين الكرام. بدايه نبداو بسي بوشعيب، بصفتك انك مهتم بالشان المحلي، مجلس مدينه الدار البيضاء صادق على البرنامج العمل ديالو يوم الخميس 18 ماي 2023، بالنسبه لك انت شنو قراءتك للبرنامج العمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للقراءه ديالي ديال هذا البرنامج ديال الدار البيضاء، اولا برنامج ديال الدار البيضاء ثار واحد الجدل واسع من الناحيه القانونيه حسب يعني القانون التنظيمي 113/14، ولكن هذا الجانب ما غنتكلموش فيه ديال الجانب القانوني، غنتكلموا على المحاور، اهم المحاور اللي جا بهم البرنامج ديال الدار البيضاء، وندير واحد القراءه لاهم المحاور. اذا المحاور اللي جا بهم البرنامج ديال الدار البيضاء ديال 2023-2028 سته المشاريع. كاينه المشروع الاول مدينه ذكيه ومستدامه، كاين المشروع الثاني مدينه نابضه بالحياه وغنيه ثقافيا، كاين المشروع الثالث مدينه دامجه في خدمه العيش المشترك لجميع مواطنيها، كاين المشروع الرابع مدينة ذات موارد بشرية وتقنية ومالية قوية، خامسا مدينة حديثة تتوفر على بنية تحتية عالية المستوى في خدمة التنمية الترابية، وسادسا وأخيرا مدينة ديال حاضرة كبرى مفتوحة للعالم. إذن هاد ستة المشاريع اللي كيهمنا حنايا في هاد ستة المشاريع هو المشروع الاول ديال المدينه الذكيه والمستدامه. قبل ما نوصلوا اللي تهمك في هذه المحاور هذا تاع برنامج العمل، واش تشوف بان كاين قدره ماليه لمدينه الدار البيضاء من اجل تحقيق هذه المحاور الكبرى اللي تضمن هذا البرنامج العمل؟ سي بوستا، حسب القراءه ديال البرنامج العمل او حسب ما صرح به مسؤولي مدينه الدار البيضاء بانه مشروع طموح، مشروع واقعي، مشروع، ولكن النص يعني من كنشوفوا الاعتماد المالي اللي دار هذا المشروع اللي هو 40 مليار ديال الدرهم، هاد المبلغ ماشي ساهل، ويعني في المده الزمنيه ديالو ديال 2023-2028. اذا هذا البرنامج حسب يعني حسب التحليل ديالي انا كمواطن بيضاوي كمهتم بالعمل الجمعي، هو برنامج غير واقعي. علاش؟ غادي من بعد غادي نطرقوا علاش هذا البرنامج غير واقعي. اولا علاش هذا البرنامج غير واقعي؟ اولا الاعتماد المالي هو اعتماد مالي كبير، واش في استطاعه مدينه الدار البيضاء كقطب اقتصادي انها توفر هذا المبلغ؟ لانه الى جينا نشوفوا 40 مليار ديال الدرهم راه مبلغ يجمعوا الفم. ثانيا واش هاد المشاريع اللي تحطات في هاد المحاور هذه واش عندها الوعاء العقاري؟ اذا كنعرفوا بانه الى مشينا للوعاء العقاري كنعرفوا المساطر القانونيه اللي كياخذها النزع ديال الملكيه ديال الوعاء العقاري. سي حميد، سي جميل قال بان برنامج حالي برنامج غير واقعي، واش تتفق معه في هذه الرؤيه هذه؟ اولا انا ما عادش نقدر نزيد شي حاجه اكثر من هذاك الشيء اللي ذكر السي بشايب. لو بعدا كاين واش هو برنامج حالم ولا انا جيك غير بخصوص البرنامج، كيفاش جا البرنامج وكيفاش تحصل وكيفاش كان التنزيد ديالو وكيفاش تم المصادقه عليه، جا بواحد الشكل اللي هو مستعجل. اذا الطريقه باش تمت المصادقه عليه وحتى الطريقه باش خرج للراي العام خرج صافي تتمت المصادقه عليه. اذا ما كانش كما تيذكروا بلا ما ندخلوا في الديتاي وما صاحب ذلك من شنآن من ناحيه المعارضه والاعضاء داخل المجلس انفسهم، وانما حنا غادي نشوفوا الطريقه كيفاش جا. الطريقه باش جا جاب بواحد الشكل مستعجل، وتنعرفوا واحد الولايه ديال ست سنوات راه محرمش دغيا تدوز. اذا كاين واحد الامور قانونيه اللي خصها تصاحب هذا التنزيل ديال البرنامج العمل اللي صعيب وصعيب جدا انه يعرف الاهداف ديالو في التاريخ المحدد له. اضافه سي بوستا، بالنسبه لهذا البرنامج هذا
كي يضم واحد تقريبا واحد 200 تقريبا 200 صفحة. يعني الى جينا حتى البرنامج العمل ديال مقاطعه الحي الحسني راه كنلقاوه يفوق في عدد الصفحات ديالو البرنامج ديال الدار البيضاء. يعني الاشياء يعني واخا واش تخدات هذا البيضاوي رجعت سي حميد وقلتي بان يعني البرنامج وقع فيه تسرع وما العكس يقول بان البرنامج وقع فيه واحد التاخر على اعتبار انه خصو يخرج في السنه الاولى من الانتداب وقع التاخر دابا خرج للسنه الثانيه. كيفاش التسرع اللي في هذا البرنامج؟ التسرع هو ابداء الراي. واش هاد الناس هادو خداو الاراء داروا واحد كما تنقول واحد ليتود داروا واحد داروا واحد مكتب دراسات بالنسبه لك تعني بان ما كانش مشاورات مع المجتمع المدني كما تنزلوا واحد البرنامج خصها تكون على الاقل مشاورات. كان دار شي مشاورات على مستوى مقاطعه الحي الحسني ولكن ملي تنجيو نشوفوا البرنامج ديال العمل ديال مجلس مدينه الدار البيضاء اللي هو نورمالمون هو اللي محتضن جميع المشاريع ما مجلس ما غاديش هذا محور وقيله دايرين المحور بوحدو ما غاديش ندوزو ليه وانما كملاحظات علاش ما صعيب باش يتنزل واخا ياخذ سنه. واش كانت هذه السنه هي برنامج عمل ديال المجلس العمل المجلس المدينه باش يخدموا عليه طيله هذه السنه ما يمكنش غير هو كان تاخر ديالو لعده عوامل وعده اسباب. بالإضافة اللي قال سي حميد بالإضافة إلى جينا للمشاريع مثلا كنلقاو عندنا مثلا المشروع الأول مدينة ذكية ومستدامة. إذا هنا مدينة ذكية ومستدامة كنلقاو فيها جوج المحاور أساسية يعني الوعي البيئي الجماعي للمواطن البيضاوي ثانيا المرور إلى الاقتصاد الأخضر. هذا الاقتصاد لكن هذه الهضره كلها يعني سمعناها اكثر من مره بان الاهتمام بالبيئه تاع الدار البيضاء الاهتمام بالمساحات الخضراء الاهتمام بكذا زرع مليون شجره لا شجره لكل اسره على مستوى الواقع ما كاينش هذا الشيء على مستوى الواقع بالنسبه للحدائق والمنتزهات احنا نسائل كبيضاويين وكمهتمين بالعمل الجمعوي نسائل المسؤولين على التسيير ديال الشان المحلي واش كاينه عقارات باش تضمن لنا منتزهات. الى جينا خدينا الخريطه ديال الدار البيضاء غنلقاو الخريطه ديال الدار البيضاء من ناحيه يعني الاشجار تفتقر الى ذلك لانه الدار البيضاء ولات مدينه الاسمنت والحديد. اذا الى قمتي دابا بجوله لجميع التراب ديال المقاطعه ديال الدار البيضاء يعني صعب انه يتم تنزيل هذا المحور هذا على مستوى مدينه الدار البيضاء. انا 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 بالنسبه للمدينه الذكيه والمستدامه ممكن انه يدار المشروع ديال التثمين ديال النفايات المنزليه ممكن انه في اطار واحد العمليه ديال التدوير والطمر ديال النفايات المنزليه. بالنسبه للمنتزهات والحدائق باش نفكروا في كل مقاطعه نديروا منتزه وحدائق راه يستحيل. علاش؟ يعني راه كل مواطن بيضاوي كلشي كيعرف بان راه لا وجود انعدام العقار الوعاء العقاري ما كاينش. اذا هذا المشروع هذا المشروع ديال الدار البيضاء علاش كنقولوا بانه حالم؟ الوعاء العقاري فين هو؟ الوعاء العقاري ما كاينش المقاطعه الحي الحسني من المقاطعات زائد الكلفه الماليه الكلفه الماليه رحنا بحكم الانتماء لمقاطعه الحي الحسني كنشوف ديما في الحي الحسني دابا المقاطعه الحي الحسني اسمح لي نسول مقاطعه الحي الحسني هي المقاطعات اللي استقبلت بزاف تاع التجمعات السكنيه ما كاينش المساحات الخضراء شنو واش هذا البرنامج غادي يعاون لهاد المقاطعات؟ ما البرنامج هذا البرنامج اللي تم التنزيل ديالو من صدق عليه لمده 6 سنوات هناك برامج خصنا نتسائلوا البرامج اللي قبل اشنو هو فين هو اشنو واش وصلنا لوبجيكتيف اللي تحط على قبل الاثر ديال على المستوى واش واش واش, واش تنزل واش طبق ولا يمكن نقول لك بان هناك مساحات لحد الان وهي مساحات خاليه فما ما تماتش تسويه ديال الوضعيه ديالها ودخلوها في البرنامج اللي ديال هاد السنه هاد 6 سنوات. كيفاش واحد البرنامج اللي ما تمش تنزيل يعني ديالو ما طبقش علينا نديرو واحد تقييم ايه علاش هذيك ما نجحاتش؟ علاش هاد البرنامج هاد لي زوبجيكتيف والاهداف اللي حطيناهم في هاد المشروع ديال العمل ديال هاد الولايه ديال هادوك الناس علاش ما تمش وناخذوا ندرسوا هادوك المشاريع اللي ما تماتش التنزيل ديالهم ونشوفوا شنو المشاكل. كاين مشاكل ديال تسويه العقار تسويه الوضعيه القانونيه للعقار باش يمكن المجلس المدينه تحط عليه اليد. باقي لحد الان نعطيو مثال مقاطعه الحي الحسني كاين ارض السلباوي باقي لحد الان
باقا ما تسواتش الوضعيه ديالها. هما الناس ديال المقاطعه تيقول لك اللي عمر 31 عام تماما خصنا شي حاجه اللي غادي نحطو. كانت في الولايه كنا مسايرين الحادث انذاك كان هناك، ولكن ديما تيكون هو التراجع. ديما حنا الا بغينا ننزلوا واحد المشروع وكان عندنا الهدف اننا نخرج نشوف هذاك المشروع قبل ما تسالي الولايه ديالنا نشوفوا باننا نجحنا في هذاك المشروع، كان كانت غادي تتم التصوير. لحقاش شي امور بسيطه اللي واحد 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 الاشاره سي حميد. نعم. بالنسبه لعمده الدار البيضاء في احدى الخرجات ديال الاعلاميه شارت لواحد النقطه اساسيه، قالت كفانا من البناء في الدار البيضاء، يعني دقت ناقوس الخطر. حنا بالنسبه لمقاطعه الحي الحسني كنلقاو عندنا بزاف ديال الاراضي اللي فارغه، مثلا ارض زماط، مثلا دالاس، وعندنا المشروع اللي كيتمناوه الناس ديال المنطقه ديال ليساسفه اللي هو ارض سلباوي. ارض سلباوي اللي عمرت تقريبا واحد 30 عام. علاش تختار انت دار هذه الارض؟ هذه الارض خاصها مركب فيها مركب مركب مركب, مركب 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 ثقافي اجتماعي رياضي ترفيهي، على غرار على غرار حتى المركب الثقافي اللي الدار ديال عين الشق لربما راه اللي دافعوا عليه الناس وضحيوا. يلا داروا لكم واحد المركب ثقافي يلا تفتح مؤخرا. شوف بالنسبه للمركب الثقافي احنا انا شخصيا يعني هذاك المشروع هذا عمر طويل، ولكن دابا حاليا كنلقاوه مركب ثقافي ديال النخبه. انه حتى المشاريع ديال القرب واش مركب ثقافي دايروا في طريق جديد اللي بعيد على التجمعات السكنيه، اذا نطالب كذلك بمركب ثقافي فضاءات القرب تماما لفضاءات ديال القرب تماما لفضاءات. اذا كما شرط السي بوستاق بالنسبه لواحد النقطه اللي اساسيه مدينه اللي جات في المشروع ديال البرنامج العمل، مدينه نابضه بالحياه وغنيه ثقافيا. يعني انا كنطرح واحد التساؤل، كيف يمكن ان نجعل من مدينه الدار البيضاء عندها واحد البعد ثقافي؟ يعني الا بغينا نفكروا يلاه بغينا نفكروا من دابا باش نديروا الدار البيضاء بعد ثقافي. المجالس السابقه اللي دازت من المجموعه الحضاريه يعني دارت بزاف ديال الافكار وبزاف ديال المشاريع واللي ما نجحناش فيها. مثلا خصنا نعرفوا الخاصيه ديال الدار البيضاء، الخاصيه ديال الدار البيضاء هي مدينه اقتصاديه ماشي مدينه سياحيه. هذا هو ماشي حنا غنديروا قناوه ولا غنديروا السي جميل البعث تيقول ان البعث تيقول بان برنامج كمال كان عليه يركز على واحد محور ولا محورين اللي هما يعني تترجموا الاولويات اللي تتعرف هذه مدينه الدار البيضاء. عود هذا التمطيط هذا واش بالنسبه شوف كاينه مشاريع من خلال القراءه ديال البرنامج ديال العمل ديال الدار البيضاء كاينه مشاريع استراتيجيه، ولكن المشاريع الاستراتيجيه فيها حتى انعدام يعني التفاوت المجالي بين المقاطعات. كاينه مقاطعات اللي خدات الاولويه وكاينه بعض المقاطعات اللي ما خداتش الاولويه في هذا البرنامج، اللي غتبقى واحد السنين اخرى ومنهم مقاطعه الحي الحسني اللي غتعيش الهشاشه وغتعيش التهميش وغتعيش يلا تصور مثلا حنايا حنا في الحي الحسني الله عطونا مثلا المحطه الطرقيه ربما غتكون في الارض ديال المقيليبه، وعطونا في البعد البيئي عطونا التهيئه ديال الضايه ديال الفردوس. التهيئه ديال الضايه الفردوس يعني تخرج التهيئه تاع الضايه تاع الفردوس هذه تاهي الجانب الريادي بمدينه الدار البيضاء. كاش نهضروا على الدار البيضاء ما نهضروش على الجانب الريادي كذا الرياضه، كاين الرجل والولاد هما اللي تيهزوا. بالنسبه لهذا البرنامج الا رجعنا لواحد بعض النقاط اللي هما حساسه بالنسبه لنا احنا كمواطنين مستفيدين بطريقه مباشره من هذا البرنامج هذا، لحقاش هو تيسيب لي المواطن بالدرجه الاولى، هو انه ما تعتمدش في العداله المجاليه. هذا الجانب الريادي الشق الريادي هذا المجالي تكلم على العداله المجاليه وغادي نمشي لك للشق الريادي. اذا بالنسبه للشق الريادي في العداله المجاليه بالنسبه للمنطقه او مقاطعه تراب عماره مقاطعه الحي الحسني فهي كانت نسبيا مهمشه. حنا مازال لحد الان النمو الديموغرافي متسارع بشكل الوثيره واحد الوثيره بالنسبه لحقاش هو كاين واحد الوافدين اللي تيجيو من المدينه القديمه من اونفا، مع العلم اننا اونفا دابا فيها ثلاثه المقاطعات عماله اونفا تيتحيدوا منها الساكنه وتتجي لعماله ثلاثه المقاطعات كاين المعارف اونفا وسيدي بليون عماله اونفا كاين ثلاثه المقاطعات النمو الديموغرافي عندهم النسبه ديال الساكنه فيهم تتراوح ما بين 400-450 الف نسمه. حنا دابا في الحي الحسني راه واصلين واحد 800 الف نسمه غاديين للمليون نسمه باقين. حنا كما جينا انا واحد 8 سنين دابا
باقي الفضاءات اللي جيت لربما هذا المركب الثقافي اللي نفس هضر لي على الجانب الرياضي في برنامج العمل بصفه عامه في مدينه الدار البيضاء. واش شفتي بان كاين اهتمام بما هو رياضي من غير هذاك المشروع تاع بناء واحد المركب رياضي كبير وكذا؟ مركب رياضي هو اللي في الارض السلباوي. لا بناء على مسمى مدينه الدار البيضاء. لا بالنسبه للجانب الرياضي الدار البيضاء عموما بالنسبه للجانب الرياضي اولا خصنا ندق ونقص الخطر بالنسبه للمركب المركب ديال محمد الخامس. مركب محمد الخامس دابا ولا تحفه لانه عاصر الاجيال واجيال. دابا ولا خطر على الساكنه المحيطه به وهذا مشكل طرح كثير وكثير وكثير. اذا ولا الدار البيضاء في حاجه ماسه الى ملعب كبير في البرنامج. انا ماجيش كنهضر على البرنامج نسوق البرنامج هو من خلال القراءه ديالي للبرنامج. كاين واحد مدرسه جهويه ديال اكاديمي ديال الجهويه ديال كره القدم. اذا كنرجعوا ثاني كنقولوا الوعاء العقاري. اذا هذا المشروع هذا هو طموح ولكنه حالي ولكنه غير واقعي لانه يصطدم بالدرجه الاولى بالوعاء العقاري. اذا الوعاء العقاري راه غادي نبقاو واحد السنين اخرى الا ما درناش التراضي. لان دابا الملفات ديال التسويه ديال العقارات كتاخذ الوقت. اذا نمشيو للمشكل ديال التراضي. من كنهضروا على المشكل ديال التراضي بالنسبه للمشروع ديال السلباوي كنقول لك عمر واحد 30 عام. دابا الورثه ديال السلباوي راه خرجوا خبير اللي حدد ليهم القيمه العقاريه ديال هذاك. يمكن تكون مراجعه او تالي وتصفرين او تالي 1200 درهم تكون مراجعه. كان عندنا كشباب ديال المنطقه وكبيضاويين هذه كان عندنا واحد الحلم كبير لان المنطقه ديال ليساس في 3 والمنطقه ديال ليساس في 2 اللي كتعرف واحد الكثافه سكانيه كبيره ما فيها حتى مرافق. اذا هذيك المرافق ما كايناش طبيعه الحال كتكون مكلفات. اذا كان واحد البروجي ولا واحد المشروع اللي هو كبير الفومي اننا نخدموا على ذاك البروجي نخرجوه للحيز الوجود ونشوفوا برامج اخرى موازيه. سي حميد شكرا جزيلا على قبول الدعوه. سي جميل شكرا جزيلا. هذا موضوع فيه ما يتقال بزاف. مرة جاية ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا على قبول الدعوه. شكرا على الاستضافه. مرحبا متتبعي قناه انفاس بريس الى اللقاء في فرصه القادمه وفي حلقه جديده ببرنامج كازا سيتي.